طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله. اليوم السبت 11 فبراير 2018، ومواصلة لسلسلة خلاصات الأربعين، بصراحة قررت فيها أنه بعد بلوغي 40 سنة أتشارك خبراتي الحياتية وأتشارك التجارب والدروس المستفادة من الحياة والأخطاء والحياة الصحيحة زي العمل، على أساس أن الناس اللي بعده يستفيدوا، وأنا بتشارك الحياة دي مع من يحب ومن يريد، وبتكلم فيها بكل صراحة، بتكلم فيها من راسي، ما بيكون عندي نوتس ولا كده، بعتمد على الذاكرة بصورة كاملة. فشكرا للناس اللي تابعوا قبل كده، شكرا للناس اللي ادوني فيدباك، شكرا للناس اللي نصحوني، شكرا للناس اللي انتقدوني. كل الحاجات دي بتوري انه الحاجه دي والله في ناس افادتهم. يعني الليله انا كنت في زياره لاقرباء، وزوجة قريبي يعني بتقول لي كلم قريبك ده خليه ويشوف الفيديو بتاع الحياه الاسريه والحياه الزوجيه. فانا سعيد جدا جدا انه في ناس بتستفيد من الحياه اللي بقولها، واتمنى انه كمان زي ما في حاجات مفيده في الجانب الايجابي برضو الناس يستفيد من الجانب بتاع الأخطاء الفادحة الواحدة العملة في حياته، وكان ممكن تكون أفضل يعني، وما محتاجين إحنا نعيد إنتاج الفشل. داير أولا أبدأ بمناشدة لكل الناس إنهم يهتموا بأوضاع المعتقلين السياسيين، الناس اللي قام عبروا عن آرائهم وقالوا يا أخي لا للظلم ولا للغلاء المعيشي وإلى آخره وإلى آخره، والآن حاليا موجودين في زنزانات النظام. أرجو إنه الناس ما تتناساهم، تخطوا الصورة بتاعت البروفايل الكفر بيج بتاعتكم، أساس أنه ما ننساهم، نكون طواليهم في ذاكرتنا. وأنا من هنا يعني بأنادي بإطلاق صراح كل المعتقلين السياسيين والناس اللي بعرفهم منهم والما بعرفهم، يعني الأخ عمر عشاري، الأخ مجد فريد، الأخ محمود صادق اللي هو كان متابع حريص وبيعمل شير لللايفات اللي بعملها أنا. ده محمود يعني شاب ممتاز جدا جدا، و هو كان مشهور يعني، ظهر في فيديو قبل كده لما بيصور لايف في الشارع وجاء بتاع الامن داير يمسكه وقال له حكومه انت حكومه الى اخره. فمحمود ده من الشباب اليافعين، من الشباب الغضيل، يعني النفس انه الواحد يشوف السودان ده بافضل احواله. محمود اشتغل معانا متطوع في تيدكس ام درمان، هو شاب جميل وبيحب البلد وكده، وزي ما كلكم جميعا. فارجو ان اخواننا ما ننسى الناس ديل، دي حته مهمه جدا جدا، و والناس تواصل في البداية عمل فيه، وعلى أساس إنه بلدنا تبقى أفضل يعني. أرحب بالجميع، محمد حامد وإسماعيل والداسي أخوي حبيبي، وافي إبراهيم، ياسر معتز، محمد حامد، جهاد، وليد عبد الله، أبو مصطفى، إيمان، حافظ، وحياة انضمت لنا الآن. مرحب بكم جميعا، والليلة أنا أتكلم لكم عن اللايف ده بعنوان مؤتمرات تيد وتجارب تيدكس، اللي هو النقل بتاعت التجربة، ما حدث في الماضي، الحاصل لسه حاليا، والمأمول في المستقبل. الموضوع ده أنا دار أبدأ فيه بداية بخلفية. يعني بتعرفوا الكلمة بتاعت الشغف، يقول لك يعني زول ده شغوف في الحاجة الفلانية. أنا في ناس بيسألوني بيقول لي يا أخي دي نصيحة للشباب ولا دي نصيحة البتاع، بقول للناس أقول لهم اتبعوا شغفكم، يعني follow your passion. الشغف ده الباشن بالإنجليزي. فالناس في بعض الأحيان ما بيفهموا الكلمة دي passion، الشغف. الكلمة بتاعت الشغف دي موجودة في القرآن الكريم، وموجودة في سياق بيوريك حب الزول الخيالي بحاجة. يعني لما أقول لك أنا شغوف مثلا بخدمة الناس، أنا أنور دي عندي شغف بالcommunity service، أنا بحب أخدم الناس، بحب أخدم السودانيين، بحب أخدم أهلي السودانيين في كل حتة بمختلف مشاربهم. يعني ما بهمنا بالمناسبة قبيلتك شنو، ولا حتى لونك السياسي شنو، ولا بتاع، دائما بحب اعمل الحاجات في سكيل ممكن يستوعب كل الناس، يعني ما بركز كثيرا جدا في الخلفيات والى اخره. بختلف مع الناس، لكن الاختلاف ما بالضروره يكون بناء على سياسه ولا على مذهب ولا كذا، ممكن يكون اختلاف بروفيشنال بتاع انه والله يا اخي الراي ده هو الاصح ولا كذا، وانا شايف انه رايي اصح، ومن حق اي زول انه يدافع عن رايه. دي حاجه مهمه جدا، لانه زول منادي بالحريه، يعني الحريه دي حاجه ربنا ادانا ليها، وما ما ما في زول المفروض انه ينزع مننا، تمام. فالشغف حاجه مهمه جدا انه الزول يتبعها، يعني ما تخلي شغفك انت، كان شغفك مثلا
بأي نوع من المهن، أي نوع من الرياضات أعمل. أنا بعرف واحد كان شغال أمريكي، شغال في أمريكا، الزول ده يعني فتش فتش شغل فتش شغل لحد ما لقى شغل يشتغل في أمريكا وينقلوا سويسرا، لأن هو شغوف بطلوع الجبال اللي هي الرياضة بتاعت إنك تتسلق الجبال وإلى آخره. فكان داير يشتغل شغل، الشغل ده يوديه الحتة دي عشان يعملها. ودي حاجات طبعا احنا عندنا غايبة في الحياة السودانية. الحياة السودانية بصورة عامة حياة فلات. حياة فلات كيف؟ يعني الحاجات فيها بريدكتابل، تقرأ تنجح تتخرج من الجامعة تشتغل تتزوج تجيب أولاد تبقى محمول وهكذا دواليك. يعني قليلين جدا مننا الناس اللي بيتبعوا شغفهم. يعني احتمال في الجانب الإبداعي اللي هو الجانب بتاع الموسيقى، الجانب بتاع بالذات الموسيقى والطرب تحديدا، الزول بيغني ده ممكن الزول يكون بيحب الغنى من هو صغير وبتاع، ويلقى فرصة رغم الضغوطات اللي بتمارس عليه، يقول لك انه مجتمع الفنانين ما عارف شنو إلى آخره، لكن في ناس بيتبعوا شغفهم ده. طبعا بتلقى في سبريشن، يعني بتلقى في قمع بيحصل للبنات لو البيت شغوفة بإنها تغني ولا كده ولا بتاع. في كتير جدا من الأهل ما بيدوها فرصة بتاعت إنها تمارس شغفها وتتبعه وتحاول تتطور فيه وإلى آخره. فمسألة الشغف دي مهمة جدا جدا كبداية للحديث، كمدخل للحديث عن مؤتمرات تيد وتيدكس وإلى آخره. وهنا بذكر بالآية الكريمة إنه سورة سيدنا يوسف في الآية 30، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقالوا يعني شغفها حبا دي في التفسير انه يعني حب سيدنا يوسف وصل لقلب امرأة العزيز دي لشغاف قلبها. شغاف القلب يعني شنو؟ يعني الحاجب اللي بيبرد ده وبيجوه بقى مغطي تماما على القلب، ما قادر اشوف زول غيره. وان شاء الله كلكم جميعا الناس اللي بيستمعوا لللايف ده ربنا يديكم زي ما يقولوا كشحة ولا لمحة من جمال سيدنا يوسف يعني. تمام. فده الشغف، انك تكون شغوف بحاجة قدر دي. المؤتمرات بتاع التيد في الغالب بتجيب زول شغوف بحاجة لدرجة انه عمل فيها شيء جديد الناس اللي قبله ما عملوها. الكلام ده قد يكون بحث علمي، زول اكتشف له حاجة اخذ فيها جائزة بتاعت نوبل ولا بتاع، زول رياضي عمل له حاجة جديدة يعني قطع له رقم جديد الى اخره، زول متجول بجول العالم بيمشي يعني حاجات، زول مهتم بالبيئة وإنها تبقى أفضل وإلى آخره. كل القضايا تيد اللي هي تي اي دي، ديل 3 حروف، التي الأولى بترمز للتكنولوجيا، الاي بترمز للانترتينمنت، والدي بترمز للضياع للديزاين اللي هو تكنولوجيا، اللي هو التكنولوجيا التقنيات، والاي الانترتينمنت اللي هو الترفيه او التسلية، والدي اللي هي الديزاين او التصميم. الثلاثه الخلطه بتاعت الثلاثه حاجات ديل لما يكونوا قاعدين في حته واحده في الغالب بتديك منظور مختلف للحاجات. الشعار بتاع المؤتمر اسمه ideas worth spreading اللي هو افكار تستحق الانتشار. وانتم متفقين معاي الناس المتابعين الان انه الحاجه اللي بتستحق الانتشار دي حاجه المفروض انها تكون مميزه مختلفه تماما يعني. فانت بتكون عندك فكره بتاعتين والله داير تغير العالم، عايز تغير العالم عبر الرسم، انت عايز ترسم رسومات تخلي الناس تفكر في حياتها وفي الطرق اللي بتعاين بها للحاجات بصوره مختلفه. فكيف تعمل الكلام ده؟ مثلا في زول بيجي يقدم له فكره بتاعت انسايد اوت زي الفنان الفرنسي اللي اسمه جي ار. جي ار عمل فكره بتاعت انه يرسم يعني بيصور صوره للزول، والصورة دي بيقوم بيطبعها في بوستر كبير جدا جدا ويعلقه في راس عمارة ولا حاجة، فالناس بتقوم بتيجي تشوف الصورة وبتبدأ تسأل الصورة دي بتاعت شنو، وهنا بيبدأ الحوار. فالزول ده هو لا كتب مقال ولا عمل مظاهرة ولا بتاع، الزول ده العمل كله انه صور صورة، والصورة دي خدتها في مكان الناس بدأت تسأل ده شنو، وبدأ الحوار حول الموضوع. الصورة دي قد تكون لمحمود صادق، محمود الأسي الآن معتقل في من ناس الأمن مثلا في السودان. الصوره بتاعته خدتها كده، الناس بيجي يقولوا الزول ده منه، والله الزول ده طالب في جامعه مأمون حميده بيقرا في السنه الفلانيه وقام عبر عن رايه سياسي وبتاعه وقام شالوه اعتقلوه دخلوه جوه السجن. ليه يا اخواننا؟ طيب الزول ده يعني عنده يعني عنده راي وده حقه، الدستور بيكفل. فالنقاش ده بيتم شنو؟ عبر الصوره دي.
والصوره دي تخيلوا في السوق العربي تكون معلقه مثلا في برج البركه. هو الفنان بيعمل كده، بيعمل سنيكينج يعني، بيجي بيعلقها كده وبتاعه بيزوغ بيمشي، وبعد ذاك الكونفرسيشن بيحصل. ممكن يحرك اي قضيه عبر الفكره البسيطه دي. ممكن سؤال تاني يقول والله يا اخي انا داير اغير، مثال نور يا هارون، داير اغير العالم عبر انه اخلي الناس يكونوا اكثر مراعاه للبيئه. يقوم مثلا زي نائب الرئيس الامريكي الاسبق اللي هو الجور، يمشي يصور صور من المحيط المتجمد، وانه كيف الوتيره بتاعه الاحتباس الحراري بتاعه التغير الحراره في العالم اكثر من اول بسبب انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. فالكلام ده الارمي يعني، حاجه بتخوف الناس يا اخواننا. عاينوا للحاجه دي حصلت كيف، يعمل له فيلم والفيلم ده ينتشر في كل العالم، يحضروا الناس في القنوات الفضائيه وبتاع، ويبدو الناس يكونوا اكثر حرص واكثر يعني احساس بما يصرفوه من مخلفات وما يحرقوه من وما يقطعوه من اشجار والى اخره. فدي كلها افكار بتكون فيري يونيك يعني، الفكره تستحق الانتشار. الفكره قد تكون جديده تمام، ما سمعت بها بتسمعها في مؤتمر تيد، وقد تكون فكره قديمه لكن اعيد احيائها بصوره مختلفه. مؤتمرات تيد دي بدت في سنه 1984، وبدت في بيئه كلها ابداع وابتكار، اللي هو في السيليكون فالي، وادي السيليكون في كاليفورنيا في امريكا. لذلك الرواد بتوع المؤتمر، الناس اللي كان بيجوا يقدموا، ناس بتوع تكنولوجيا وناس بتوع تصميم، يعني مثلا الديزاينر المهندس المعماري المشهور الشهير جدا في امريكا اسمه فرانك غيري، العمل يعني تحف معماريه، ده من الناس اللي كان بيجي يقدم التصاميم بتاعته لاول مره في مؤتمرات تيد. الناس بتوع التكنولوجيا بيجوا يقدموا الماستر بيسز، يعني مثلا نيكولاس نيجروبونتي اللي هو الزول المؤسس لمختبر الوسائط، مختبر الميديا اللي هو بيقول عليه الميديا لاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اللي هو ام اي تي. ده من الناس اللي من اول مؤتمر كانوا حاضرين، وقدم في سنه 84 قدم نبوءات لمستقبل التكنولوجيا. قال انه والله في المستقبل التكنولوجيا حتكون رقميه، الناس حيتعاملوا مع الكمبيوتر ولا مع الحاجه دي باللمس، هتلمس الحاجات يعني التاتش سكرين. الوقت ده ما في تاتش سكرين، كان في كود، الناس تكتب كود، وانه الحاجات حتكون موبايل، حتكون محموله حايمه مع الناس. النبوءات بتاعته اللي قدمها في الوقت ده، الليله حاليا احنا عايشينها واقع، ما في زول بيغالط في انه والله ياسي كلنا شايلين لنا موبايلات، ما في زول بيغالط بانه احنا كلنا بنتعامل مع الحاجات دي باللمس بس، يعني ما بندخل حاجه ولا في كيبورد بيني وبين الكيبورد موجود على الشاشه نفسها والى اخره. وفي الناس بتوعنا الترفيه اللي هم الفرق الغنائيه، الناس اللي بتوعنا الرقص، الناس بتوعنا الاوبرا، الباليه، بتوع الموسيقى الكلاسيكيه، يعني كل الاشكال بتاعت الفنون المسموعه والمرئيه والى اخره، الحاجات اللي بتدمج ما بين الحقيقه وما بين الواقع الافتراضي، دي كلها حاجات بتتقدم عبر مؤتمرات تيد. يعني انا شخصيا شفت الفرقه بتاعت رقص، الفرقه دي اتلمت عبر اليوتيوب، كل زول بيصور نفسه بيرقص وبيعمل حركات موفز جديده، بيقوم ده بخد فيديو ده بخد فيديو. في واحد رجل اعمال يعني زول مفكر وبيحب يعني شغوف بالرقص وكده، فقام مشى لما النازل كلهم في فرقه واحده وبيجوا يحوموا يمشوا يعملوا يعني حفلات ويرقصوا ويوروا الجمهور وبتاع، وطلعوا قروش كثيره جدا جدا. فالفرقه دي انا شفتها في الخشبه بتاعت مسرح تيد في 2010. المؤتمرات من 1984 لحد 2000 كانت ماشيه بوتيره واحده، والاسس المؤتمر ده مهندس معماري امريكي ورجل اعمال وكاتب زول ناشر 80 كتاب اسمه ريتشارد سول وورمان. ريتشارد ده انا لقيته شخصيا يعني وافتخر بذلك في نيويورك لما عزمونا نعمل انترفيو لصالح برنامج بتاع 60 مينتس. 60 مينتس ده من اشهر البرامج اللي بتذاع في امريكا، والزول الهوست بتاعه اللي بيقدمه اللي هو تشارلي روز. فانا تشارلي روز عمل معاي انترفيو كشخص بترجم المحادثات بتاعت تيد، وكشخص بعمل مؤتمرات تيدكس. وفي نفس الحلقه دي كان في الزول المالك بتاع تيدكس والزول المؤسس المالك بتاع تيد والمؤسس بتاع
بتاع تيد. يعني الزول ريتشارد في 2000 قام باع المؤتمر ده واشتراه منه رجل اعمال بريطاني اسمه كريس اندرسون. كريس اندرسون عباره عن رجل اعمال، وزول عنده دار نشر اسمها فيوتشر 2.0، وزول بيحب يستشرف المستقبل وبتاع، وكان بيحضر المؤتمر. المؤتمر عشان تحضره المفروض تدفع زي 6 ولا 7000 دولار كان، والمؤتمر كان مغلق. يعني الحاجه اللي بتحصل جوه المؤتمر بتتقفل جوه المؤتمر، ما في زول عارف الحصل شنو. فبالتالي لو انت عندك البريفليج، لو ربنا سهل لك انك تخش في زول، عمل لك ريكومنديشن، قال يا اخي ان زول ده والله المفروض يحضر المؤتمر، زول عنده افكار وعنده بتاع، لانه في نتوركينج جوه، الناس بتلاقي بعض. يعني في المؤتمر ده في الساحه كده ممكن تلقى بيل جيتس هنداك ماشي، ممكن تلقى يسمونه ده لاري بيج اللي هو الزول بتاع جوجل ده، كل الناس دي ممكن تلقاهم حايمين في البهو بتاع ليه، لانه بيجوا يجددوا وياخدوا افكار ويتناقشوا مع ناس من مختلف المجالات، لانه يعتبر مالتي ديسيبلري كونفرنس. يعني من كل المجالات بيجي يتكلموا عن موضوع محدد. فبيجي زول بيقول لك يا اخي انا والله رايي كده لو عملت كده والى اخره، الزول ده بيكون هو ذاته يعني قائد في مجاله. فدي فرصه بتاعت اسبوع الناس بتتلاقى فيها اكثر الناس المبدعين والمفكرين والمنجزين والمهندسين والاطباء وكل من كل المجالات والمحامين وبتاع، كلهم بيتلاقوا في حته واحده، بيكونوا ساكنين قريبين لبعض وبيتناقشوا وبيستمعوا للمتحدثين اللي جلبوهم الفريق بتاع تيد. المؤتمر بتاع تيد سنة 2000 اتباع لكريس اندرسون، حصل في 2001 اللي هو سبتمبر 11. وسبتمبر 11 ده اللي هو الاحداث بتاع سبتمبر، 11 سبتمبر دي كانت حاجة فارقة في امريكا وفي بتاع. فقرر صاحب المؤتمر الجديد اللي هو كريس اندرسون انه يخليه منصة مفتوحة، والشعار بتاعه يكون افكار تستحق الانتشار، وانه المنصة دي تكون يعني تكون تستقبل الناس من كل الحاجات. لحد الوقت ده كان المؤتمر يعتبر امريكان سنتريك، يعني بيتكلم عن القضايا الامريكيه، الحاجات الموجوده جوا امريكا بس. من 2001 بدا الانفتاح، بدا انه يعزموا ناس من برا، يجوا ناس تانيين مختلفين يتكلموا عن قضايا تانية غير امريكيه يعني. فمن اللحظه دي المؤتمر بدا يلقى رواج، يعني بيجوا يسجلوا المحادثات اللي بتحصل جوا في شكل فيديو، و ضموا ناس يعني الفريق بتاع تيد نفسه المنظمه، وهي منظمه غير ربحيه بالمناسبه، يعني ما اسمها منظمه سابلينج فاونديشن اللي هو بيملكها كريس اندرسون. وبالتالي المؤتمر هو غير ربحي، يعني انت بتدفع 8000 دولار، لكن 8000 دولار مش بتمشي عشان زول يخدها في جيبه، 8000 دولار بتمشي لدعم مشاريع تيد، وانا هتكلم عن مشاريع تيد هي شنو بالضبط. تمام؟ فبدأ المؤتمر ياخد رواج، وبعد شويه قام قدموا الموقع اللي هو TED.com، والناس اللي كان بيعملوا الحاجات بتكون هم في المقدمه وفي الرياده، لانهم هم اصلا جايين من خلفيه بتاع التكنولوجيا وقاعدين والمجتمع بتاعهم. الناس دي افضل ناس انا لاقوني بيعملوا برين ستورمينج، يعني جايدد، يعني بيخطوا الناس عقول مختلفه بتعاين للموضوع بنظره مختلفه، وبيجي يقولوا اخواننا ان احنا دايرين نطور المبادرة بتاعت تيدكس، نطورها كيف؟ شكرا لك يا اخوي اسماعيل هجانة. عشان نطور المبادرة دي يقوم يعزموا خالد ومحمد وزينب وسلوى، يخطون في غرفة كده في البريك بتاع المؤتمر، ده يقول يا اخي والله ما نعمل كده، ده يقول يسوي كده، بيشيلوا الافكار دي يصفصفوها يرتبوها ويشوفوا لها تمويل وتتنفذ طوالي في المؤتمر اللي بعده. دي حاجة يعني رائعة جدا، انا ما شفتها قبل كده يعني، ومنتجة جدا جدا. فبدل المحادثات تتخطى في TED.com، الناس بدأت تشاهدها يعني. لكن الانترنت برضو السرعة بتاعته ما كانت في كل الحتات كويسة، يعني 2006 دي لما يتخطط الحي ما كان كل الناس بتخش عشان تحضر فيديو ليكشر. السحر الأساسي في انه التيد توك ده جميل شنو؟ التيد توك مهما كانت خبرتك الحياتية ولا شغفك بالموضوع، انت ما مسموح لك تتكلم عن الموضوع ده اكتر من 18 دقيقة. يعني كل المسموح لك انك تجي في خشبة المسرح دي 18 دقيقة، 18 دقيقة بيتساوى فيها بيل جيتس على آل جور على بيل كلينتون على اي زول يتكلم في خشبة مسرح تيد، كلهم عندهم نفس الزمن 18 دقيقة. 18 دقيقة دي وقت كفاية لانك تحكي فيه قصة وترسل فيه رسالة، والزول ما يميل منك، يكون لسه معاك، واكتر منه ممكن الزول يميل، واقل منه اتس اوكي ما في مشكلة يعني. فدي كان حاجة ساحرة جدا جدا. في المطور بتاعت انت بتقدم ورقة علمية، انت بتقدم شغفك بالمجال بالفكرة بالتجربة بالحاجة اللي عملتها دي،
يعني يا انور تعال اتكلم لنا عن ليه انت ترجمت 1500 محادثة بتاعت فيديو بتاعت تيد للغة العربية. يعني دي حاجة ما طبيعية، يعني ما في زول بيقعد يعني الكلام ده بالزمن، يعني من ساعات عمل ممكن تكون بتساوي 4 ولا 5 سنوات بتاعت شغل. يعني انت لو بتشتغل شغل بدوام كامل 8 ساعات في اليوم، والسنة بتاعتك مثلا انت بتشتغل فيها قول زي 200 يوم، ال 200 يوم دي من ناحية ساعات عمل مش كده؟ هي محسوب انك انت شغال سنة كاملة في الشركة، لكن الشغل الفعلي اللي قعدت كده في الكرسي ولا شغال في المصنع ولا بتاع كان 8 ساعات في اليوم، وبالتالي بيتحسب لك يوم كامل بتاع عمل. الترجمة اللي انت ترجمتها دي يا سيد من ناحية بتاع الدقائق بتساوي ما يعادل ساعات العمل لمدة 4 سنوات. فدي حاجة كتيرة يعني، وانت عاملها تطوعيا، يعني ما طلبت من الناس تدي انه يدوك قروش. تعال يا اخي انت بتعمل الكلام ده لشنو؟ اجي هنا انا بقى اقوم اتكلم عن شغفي بالمعرفة، وانه والله يا اخي انا مواطنيني انا ده في السودان وكده، ما يعني ما عندهم ذاك الليفل بتاع اللغة الانجليزية اللي بيخليهم. وحتى في اللغة الانجليزية المتطورة، يعني المتحدث بتاع تيد بيكون هو زول عمل فكرة جديدة. الفكرة الجديدة قد تكون حاجة ما عندها لغة لسه موجودة، فهو قدم لغة جديدة عشان يوصف بها فكرته دي. فتخيل اللغة الجديدة دي لو انت زول الانجليزي بتاعك متوسط ما هتكون عارف ذاته هو بيتكلم عن شنو، فلازم يكون في وسيط زول يجي يترجم النص ده والكلام بتاعه يخطه باللغة العربية ولا باللغة اللي بتفهمها، صينية يابانية الى اخره، عشان انت تقدر تفهم، عشان تحصل على مدخل للمعرفة، ما تكون زي ما بيقولوا اكسكلودد، ما تكون يعني برا الشبكة. فلازم اجي اقول والله يا اخي انا فرصة بالنسبة لي انا ذاتي انه اتعلم عن الكلام ده. يعني الترجمة دي بتديني فرصة بتاعتي انه انا افهم الموضوع عن قرب، لانه امشي افتش ما الموضوع ده جاي من وين، خلفيته شنو الى اخره. فرصة بتاعتي انه انا اشكر الزول اللي قدم لنا المعرفة دي بصورة مجانية، يعني دي حاجة ممتازة جدا جدا. فرصة بتاعتي انه انا اشوف في مجتمعي من الناس المهتمين بالموضوع ده، واقول لهم يا اخوانا بالمناسبة في حاجة جديدة في الحتة الفلانية حقه تمشي تشوفوها والى اخره. فرصة بانه انا اعرف الناس بانه والله في مبادرات وفي منظمات وفي حاجات انتوا ممكن تتعاملوا معاها من كل العالم، فرصة الى اخره. فلما نجي اشرح الكلام ده واقول انه والله يا اخي الترجمه، ويعني يعني في الترجمه دي في صعوبات بتلاقيني، يعني بعض مرات تلقى لي جمله كده ما بعرف اترجمها، يعني صعبه جدا. قول لي مثلا كيف اترجم complexity is complex، يعني ده عشان تاخدها بالعربي، الكلام ده بالانجليزي مفهوم لكن بالعربي عشان تشرحه كيف اترجم مثلا حاجه the danger of a single story، يعني عنوان زي ده اترجمه كيف؟ لازم اعرف السياق، لازم امشي. شكرا لك يا اسلام، لازم امشي وبحث واشوف الحاجات واجي اقولها. فيلا انا عشان اتكلم عن الحاجه دي كلها هتكلم عنها في 18 دقيقه، 18 دقيقه لازم انا اتكلم عن شغفي، اتكلم عنه بصوره فيها يعني فيها حماس وفيها عاطفه وفيها حب وفيها جمال، ده كله عشان تطلع الخلاصه بتاعتها في المحادثه بتاعت تيد دي اللي هي فيها اقل من 18 دقيقه. لذلك المؤتمر يعني ساحر جدا جدا، يعني اسمه ذا ماستر اوف اول كونفرنسز، يعني ده مؤتمر سيد المؤتمرات الموجودة كلها، ما في مؤتمر بيفوق المؤتمر بتاع تيد. الليفل بتاع الماستري بتاعه، يعني المؤتمر ده مما يبدأ البلاننج، يقول والله احنا ده نعمل مؤتمر مثلا شهر 8 الجاي، مما يبدأ التخطيط له والبرين ستورمينج والإعداد والحاجات لحد ما ينتهي آخر يوم. يعني لو دخلت انت في البروسيس دي، لو دخلت في العملية دي بتتم كيف، حاجة ساحرة جدا جدا. فأنا الحمد لله ربنا وفقني، وكنت قريب جدا جدا من المنظمة بتاعت سابلينج اللي هو فيها بتملك مؤتمر تيد، وعرفت كتير جدا جدا يعني، وعملت علاقات ممتازة جدا جدا مع الناس اللي عملوا تيد والناس اللي بيديروا تيد وإلى آخره. وواحدة من الأسباب الرئيسية والدوافع بتاعتي لمعرفة الناس دي ومعرفة الحاجات دي هي إنه أنا بحب بلدي، بحب مجتمعي، وداير انقول له اي حاجه سامحه بتلاقيني في الطريق، زي ما انا سي بحبكم يا الناس اللي بتسمعوا في الخلاصات بتاعتي دي، ولذلك بتشارك معاكم يعني الزبده والخلاصه بتاعت الحاجات بتاعتي. يعني في النهايه انا عارف انه والله في ناس حيسمعوها وكده وفي ناس ما حيسمعوها، انا ما حاجبر زول انه يمشي، لكن انا شغوف جدا بنشر المعرفه وبالمشاركه بتاعتها. فارجو انكم يعني مشكورين انكم تتقبلوا حبي
الخالص لكم يا زول ويا زولة، بحبكم جدا والله. طيب انا بديت كيف في المؤتمر بتاع تيد ده، وعلاقتي بيه وشنو؟ انا الحقيقه اول محادثه بتاع تيد شفتها رسلها لي زميلي وصديقي واخوي الاصغر مني اللي هو ابراهيم موسى اسحاق، اللي هو بيعمل طالب دكتوراه حاليا في كوريا الجنوبيه، وكان في اطار اللي هو التشارك بتاعنا بتاع المعرفه في مجموعه بحثيه صغيرونه كده في تشومبوك ناشونال يونيفرسيتي اللي هو جامعه تشومبوك الوطنيه، القرينا فيها الماجستير والدكتوراه. فالمحادثة دي كانت ظريفة جدا، بتتكلم عن الإحصاء وكيف إنه الإحصاء لو ما فهمتها بصورة صحيحة، لو أنا قلت لك يا أخي والله الحاجة دي مثلا 1 في المليون، لكن ما اديتك مثلا أي conditional probability، ما وريتك إنه والله البتاع دي، لكن متوقف 1 على مليون، متوقف على إنه والله هيحصل الحاجة الفلانية الفلانية، أنا ممكن أغشك بالإحصائيات يعني. يعني في ناس كتير جدا بتغش بالإحصائيات، وحكومتنا دي مثلا شاطرة جدا في الغش بالاحصائيات. انا بتذكر كنا في الدفاع الشعبي سنه 1996 بعد ما امتحنا شهاده في معسكر اسوتريبا في بور السودان، واسوتريبا ده لمن لا يعرف كان معسكر بتاع اللاجئين اريتريين. فجانا من ضمن المجموعه بتاعت غسيل الدماغ كان جانا دكتور امين حسن عمر، فبعد صلاه الظهر تقريبا قام يخطب فينا احنا كطلاب وكده وبتاع، ويعمل الشغل بتاع التعبئه. فقام قال انه اقتصاد السودان كان في سنة 96، اقتصاد السودان قال حاليا يعني ينمو بمعدل اسرع من اقتصاد اليابان. وطبعا ده كلام يعني في الارقام او في الاحصائيات صحيح، لكن في المنطق كلام يعني مفارق للمنطق، مفارق للواقع. فانا زول في العادة ما يعني ما بقدر استحمل التدليس والدجل والكلام ده، فكنت انا قاعد في الجامعة يعني. فقام قالوا يفتحوا باب الاسئلة، والكيزان عندهم الحركه الظريفه دي، يقوم الواحد يقول افتحوا باب الاسئله، يقوم في كوز اصلا معروف عنده سؤال يساله، وفي كوز تاني معروف انه يساله، ويقوم شنو التحليل التكبير بتاع الموضوع انتهى، بيبقى كده كانه ده والله الجمهور ساله الى اخره. فقمت رفعت يدي وسالته، يا اخي تعال يا اخي، انت اسئله اللاند كروزر اللي العلوي جايين بها دي بره دي، والصرف الحكومي بتاعكم دول هناي، والناس دي روحها مارقه وبتقول لي يا اخي الاقتصاد بتاعنا اكتر من اقتصاد اليابان، شو الكلام اللي ما بخش الراس ده يعني. فبتذكر يعني الكلام ما عجبه، وما عجب الناس الحضور بالذات المنسقين بتوع الخدمه الوطنيه والى اخره، يعني بتوع الدفاع الشعبي والى اخره. الفكره وين؟ الفكره في انه الاحصائيات ممكن تستخدمها وتخدع بها الناس. انا ممكن هسه اقول لكم والله يا اخي انا افضل مترجم في العالم. افضل مترجم في العالم وين؟ لازم اوضح لك انه انا والله افضل مترجم، او اللقب ده انه والله اكتر زول ترجم ولا كده في السياق الفلاني في مؤتمرات تيد في المجر المترجمين المتطوعين، لكن في العالم دي معناه لازم يكون في مسابقه فيها كل المترجمين من العالم، وفي نص واحد كلنا تسابقنا فيه، وفي النهايه في لجنه بتاع التحكيم قالت انه والله الزول ده افضل نص بتاعنا. يعني احنا طبعا عندنا في السودان اللي هو المساله بتاعت التهويل دي، بنحاول زولنا ده نكبره ونخليه كبير، ولا نقوم كمان لو مختلفين معاه نقوم نصغره، بنقع في الخطأين اللي هو ما بيقع فيهم المفروض الباحث المجيد، اللي هو الخطأ بتاع التهوين بالنون، نهوي من الزول، او التهويل باللام، انه نقوم نكبر الزول اكتر من حجمه. والحاجات دي مثلا شفنا بروفيسور عبد الملك في اللي هو المدير الاسبق لجامعة الخرطوم، البروفيسور بتاع الفيزياء. انا شخصيا من الناس اللي سمعت انه بروفيسور عبد الملك في الفيزياء عمل حاجه اسمها ثابت عبد الملك، الكونستنت عبد الملك، وطبعا دي حاجه كبيره يعني. لما تلقى في زول في الفيزياء في العلم بتاع الفيزياء، العلم بتاع الفيزياء ده هو عمل يعني زي اقول الثوره في العالم كله في العلم، النظريه النسبيه ونيوتن واينشتاين الى اخره. فانه في زول وهم ده قدامي ماشي برجلي كده انا بعرفه عمل ثابت وبتاع، حاجه كبيره. لحد ما جاء بروفيسور عبد الملك في الفيسبوك ده ذاته ونفى الكلام ده، قال يا اخوانا ما عندي ثابت ولا كلام زي ده يعني. لكن الحاجه دي يعني منتشره انتشار كبير جدا جدا، والناس بيقولوها، وفي كميه بتاع الدعايات واشاعات الناس بتطلعها حول العلم والبتاع. ليه؟ لانه ما قاعدين نقرا، وما ولو قرينا ما قاعدين نمحص الحاجه، يعني ما قاعدين نعمل نهز القناعات والمسلمات بتاعتنا. المهم نرجع للمساله بتاعت ال 18 دقيقه، وانه فعلا في 18 دقيقة في الناس بيرسلوا أفكار رائعة جدا جدا. في 2006 لما أخذت المحادثات في بتاعت التيد في السنوات القبولة على تيد دوت كوم،
في ناس قام رسلوا لإدارتات قالوا لا يا أخي، المحادثات دي الآن باللغة الإنجليزية، وصعب جدا جدا إنه الناس تفهمها في المجتمعات المختلفة، كما إنه الإنجليزية دي ليست لغة كل العالم، يعني دون انسيست على الإنجليزي. فرأيكم شنو؟ إنه يا أخي نقوم نترجمها. فقام بدأ المشروع اللي هو مشروع تيد للترجمة المفتوحة. المشروع ده هو اللي كان المدخل بتاعي. لما مشيت شفت المحادثة بتاعت اللحصة دي وفتشتها هي جاية من وين، لقيت إنه فعلا المحادثة جاية من موقع تيد، والموقع ده عنده مشروع بايلوت يا دوب بعد كده اسمه مشروع تيد للترجمة المفتوحة، مشروع تيد المفتوح للترجمة. المشروع ده الفكرة بتاعته بتاع إنه أي كلام بيتقال في المحادثة بقوله المتحدث بيجي بعدين في سب تايتل اللي هو الكلام التحت ده زي الشريط بتاع الترجمة بتاعت الأفلام مثلا، وبيكون بالإنجليزي ده الخطوة بتاعت ترانسكريبشن. بعدين بيجي زول متطوع يترجم الكلام ده للغة العربية، وبيجي زول تاني عشان اللي هو الكواليتي اشورنس يعني تأكيد الجودة، بيجي زول بيقول والله يا اخي نصلح دي ونعدل دي ونسوي دي، وبيجي زول تالت بيقول انه والله يا اخي الترجمة دي والراجع دقق الترجمة دي الكلام بتاعهم صح، فرجاكم رجاء يعني حقه نقوم ننشر الكلام ده على الانترنت، يعني يكون متاح للناس باللغة بتاعتهم يعني. فأنا انضميت للمشروع ده، انضميت له في سنة 2009 Open Translation Project. والمشروع ده يعني من المشاريع اللي أفادتني فائدة كبيرة جدا جدا في الكارير بتاعي. أنا كنت شغال ترجمة فريلانس مع التلفزيون الكوري، مع الإذاعة الكورية، مع شركات بتعمل اللي هو المسلسلات الكورية عبر تلفزيون أريرا. فبالنسبة لي الكلام ده أفادني فائدة كبيرة جدا، وتعلمت كثير، تعلمت كثير جدا من الترجمة وكده. وكان في الوقت ده كان في كوريا الجنوبية بعمل في الدكتوراه، كان بالنسبة لي متنفس، يعني بيكون في ستريس، في كمية بتاع الضغوط يعني يعني مصاحبة للدراسة بتاع الدكتوراه وإكمالها وكده. فكان بالنسبة لي دي حاجة كويسة، إنه أنا لو عندي طاقة سلبية ولا بتاع بطلع منها، بالإضافة اللي كان في مشاكل تانية وإلى آخره. كان الترجمة دي نفعتني كتير، فقمت استثمرت زمن كتير جدا في الترجمة مع مجموعة من المتطوعين الرائعين جدا جدا. أنا والله الناس دي يعني بديهم كل الاحترام والتقدير والمحبة، يعني اتعلمت منهم كثير جدا من كل أنحاء العالم، يعني ناس بيتكلموا اللغة العربية. فترجمتها كتير يعني، بعد شوية بقيت والله أكثر مترجم في اللغة العربية، بعد شوية بقيت أكثر مترجم في اللغات بتاعت العالم كله المتاحة في عبر الموقع تيد. فالكلام ده اداني فرصة بتاعت إنه يعملوا لي تكريم في كاليفورنيا في خلال مؤتمر تيد أكتيف في 2010. التكريم ده فيه انا لقيت كميه بتاعت ناس برضو اسيدي يعني اتعلمت منهم كتير وما زلنا اصحاب والى اخره. فهناك عرفت اكثر عن المبادره اللي اسمها تيد اكس. انا من قبل بتكلم عن مؤتمر تيد بالمناسبه، ده ما عنده اي علاقه بتيد اكس يعني في من ناحيه بتاعت منو اللي بينظمه. المؤتمر بتاع تيد اللي هو تي اي دي، شايفينها هنا التي اي دي، تي اي دي ده من غير الاكس هنا، ده بينظمونه السابلينج مؤتمر تيد. الاكس دي بيقولوا على اندبندنتلي اورجنايزد تيد اكس ايفنت، يعني بيعملوه متطوعين هم براهم اللي بينظموه ليه؟ والله عندهم دوافع مختلفه، في واحد داير يوري الافكار الموجوده في المجتمع بتاعه، في واحد داير يعني يخلي الناس يجي يجتمعوا في حته واحده ويتكلموا حول فكره، يشاهدوا فيديو بتاع تيد من تيد دوت كوم، ينزلوا عندهم يجيبوا بروجيكتر الى اخره. في دوافع مختلفه ليه انك تنظم تيدكس. انا الله سبحانه وتعالى يعني سهل لي، وكنت اول زول نظم تيدكس في السودان، اول زول اخذ رخصه، وبعد ذاك مع مجموعه رائعه جدا جدا من المتطوعين. يعني شباب انا ما بقدر اقول لكم يعني انا كيف ممنون لهم، واحس بالتواضع دائما يعني لما اتذكر اي واحد فيهم، وكيف انه كان مخلص في نقل التجربة دي للسودان. يعني فيهم ناس بيحضروا في اللايفات بتاعتنا، جهاد بشير، سليم الجدال، إيناس علي ساتر، وإيناس دي أنا بدي الكريدت في إنه يعني لما جاي من كوريا عشان ننظم مؤتمرات تيدكس في السودان، هي كانت موجودة عندها بروفايل في تيد دوت كوم، وهي معمارية وزولة ديزاينر خطيرة ما شاء الله عليها. سارة عبد الرحمن، الأخ منصور والأخوة الدلموج، والإعلام القدير حمدي صلاح الدين، والفنان الرائع عمار حجر، والزول المبدعة رباب فيصل، ومجموعة بتاع الشباب داخل وخارج السودان، الإعلامي وائل مبارك خضر. يعني النازل أنا ما أعرف أقول لكم شنو، لكن كان أجمل أيام بالنسبة لي
في 2011، في بداية 2011 أنا جيت يا أخوانا راجع السودان من الدكتوراه في كوريا الجنوبية، بعد ما أهديت رسالة الدكتوراه بتاعتي لوطني السودان، وطني السودان الواحد الموحد. يعني أنا طبعت الرسالة بتاعت الدكتوراه بتاعتي في يوم 28/12/2010، طبعتها وسلمت المكتبة منها وسلمت منو منو، شلت النسخة بتاعتي ومشيت. خالد الشفيع كيف يا أخي إبراهيم موسى ذاته. بعدين مشيت سفارة السودان في سيول وقمت قلت لهم يا اخواننا دي نسخه من الرساله بتاعت الدكتوراه بتاعتي، انا بهديها لوطني السودان الواحد، وطبعت فيها خريطه السودان وخطيتها وكتبت اهداء لوطني السودان الواحد، لانه كنت واضح انه في بدايه 2011 انه السودان ده ما هيفضل موحد بسبب السياسات الحمقاء والخرقاء للحكومه السودانيه والسياسيين السودانيين بصوره عامه، اللي هم ما مسؤولين في تقديري انا ده الا من رحم الله، الا الناس اللي فعلا. فجيت راجع يوم 7/1/2011، اول مؤتمر بتاع تيدكس اتعمل في السودان اللي هو مؤتمر كامل، كان في 30/4/2011، كان في قاعة سبارك سيتي، واتحدث فيه عدد كبير جدا جدا من المتحدثين. انا بذكر منهم مثلا الاخ خالد منصور، خالد منصور كان البراند مانجر بتاع ام تي ان، اللي هي نفسها كانت السبونسر بتاع المؤتمر، وفي ناس من الناس فيجن فالي كانوا سبونسر برضو، وفي متطوعين كنا زي يمكن قريبا ال 82 متطوع لإقامة المؤتمر. خالد منصور أنا ذكرته من دون المتحدثين الباقين لأنه واحد من الناس اللي فعلا ساهم مساهمة كبيرة جدا في إنه تيدكس يكون موجود في السودان، لأنه زول كان عارف إنه والله في حاجة زي دي، والحاجة دي إحنا محتاجين لها ككوميونيتي، وحب إنه شريكته تكون هي الرائدة في تبني المشروع. لكن ده ما يمنع إنه ندي كريدت لكل الشركات ساهمت في انه تيدك زي يكون راسخ. يعني انا شايف في اللايف ده قبل شويه الاخ حسام بادي اللي هو الماركتنج مانجر او الدايركتور بتاع الماركتنج لشركه سوداتيل، فانا بديهم تحيه قلبيه صادقه يعني، لانهم يعني دعموا الشباب، دعموا الافكار اللي تستحق الانتشار، ودعموا انه المجتمع ده يكون موجود ويتواصل. دي حاجه والله كريدت كبير بديه لكل الناس دي. المؤتمر بيكون بتاخد رخصه، انت بتقدم بروبوزل، بتقول يا اخي المقترح بتاعي انه انا اعمل مؤتمر في منطقه، ما في حاجه اسمها تيدكس سودان، في تيدكس خرطوم زي هنده، تيدكس خرطوم، في تيدكس كسلا، تيدكس قضاري في الاخره، فانت داير تعمله في مدينه ولا في حي، في تيدكس المؤسسه، في تيدكس مثلا الثوره، في تيدكس المنشيه، ممكن نعمل في حي، ممكن نعمل في شارع، ممكن نعمل في مدينه، لكن الرخصه بتاعت المدينه زي العاصمه دي ما بيدوها لزول الا لو حضر المؤتمر بتاع تيد نفسه الام. ولحسن الحظ انا كنت حضرت المؤتمر بتاع تيد الام في كاليفورنيا، فبالتالي انا اطلعت يعني شفت فيرس هاند معها كولي، شفت كيف المؤتمر بيتعمل وكيف الناس بتتكلم ونوعيه الافكار وكيف الصياغه بتاعت البرنامج البروجرامينج نفسه كيف تظبطه والى اخره والى اخره. فكان نقل التجربه بالنسبه لي انا، ده في حاجه شفت الام ودار انقل للبنت، شفت الاب دار انقل للولد، فبالنسبه لي كنت شايف الحاجات كلها. فدي كانت من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في التجربه، انه الواحد شاف القصه بتفاصيلها كلها. فده كسله تيدكس كسله هندش الشيخ خلال هندا الزول المرخص والمنظم بتاع تيدكس كسله معانا في اللايف ده، لك التحيه يا الشيخ والف مبروك، اول تيدكس كسله اتعمل قبل شهرين، قبل شهر. المهم فالمؤتمر بتاع تيدكس لما بدا في ابريل، وتيدكس في انواع كثيره من الرخص، قلنا في رخصه بتاعت مدينه، في رخصه بتاعت شارع، في رخصه بتاعت جامعه، يعني في تيدكس جامعه النيلين، تيدكس جامعه الخرطوم، تيدكس الاحفاد، تيدكس جامعة أفريقيا العالمية، تيدكس مامون حميدة، دي الجامعات اللي بعرف، وتيدكس جامعة السودان، دي الجامعات اللي تم فيها تيدكس. والفكرة الأساسية يا إخواننا إنه جوا الجامعة الناس بيكون عندهم أفكار، الأساتذة، الطلاب، العاملين في الجامعة، الخريجين منها، الناس اللي في الحي اللي فيه الجامعة، الناس اللي في المدينة اللي فيها الجامعة، دي كلهم عندهم أفكار بتستحق الانتشار. فداير أنت تقوم تنظم مؤتمر، والمؤتمر ده يكون مالتي ديسيبلري، يعني مؤتمر فيه التقنيه والترفيه والتصميم والعمل الخيري والى اخره. في فكره عامه كده في جات يعني التقطت خطا في السودان، وانا باخد بتحمل جزء من الخطا ده، اللي هو الفكره بتاع التجارب الشخصيه
اللي بتكون يعني ما زي ما يقولوا ما ميجرابل، يعني ما بتقدر تقيسها. يعني في زول مر له مثلا بحاله بتاعت تروما، يعني في زول فقد له زول عزيز، في زول ما اعرف شو. الافكار زي دي كويسه، لكن ما زي الفكره مثلا المبنيه على علم، يعني مبنيه على بحث علمي، مبنيه على حاجه اكسبيرمنتال، حاجه يعني تجربه مخبريه ولا كده. انت داير عبر المجتمع بتاع التيت ده ما فيه شنو، فيه الشغف وفيه الوندر وفيه الكيوريوزيتي الفضول، وفي في الحاجات اللي ما بتلقاها في كل حته. يعني هو منصه بتدي صوت لمن لا صوت له، والكلام ده ما في سياق سياسي، لا لا، في سياق بتاع افكار تستحق الانتشار. المؤتمر ده مؤتمر مميز جدا، واداه قويه، لانك انت من يوم ما نظمت تيدكس انت بقيت جزء من شبكه عالميه بتاعت افكار، عندك بنفس القدر، عندك نفس الايكو، عندك ايكوال اكسس، يعني انت بقيت زيك. يعني لما عملت تيدكس خرطوم في 2011 كمرخص وكمنظم، بقيت زيي زي الزول بيعمل تيدكس في نيويورك، والزول اللي بيعمل تيدكس طوكيو في اليابان، والزول اللي بيعمل تيدكس وارسو في بولندا، كلنا بقينا تيدكس لندن، واي زول بقينا واحد. 2011 دي يا اخوانا كانت سنه مميزه جدا جدا من ناحيه بتاعه تيدكس، ومن ناحيه بتاعه التنظيم بالنسبه لنا وكده، لانه عملنا فيها حاجات ما كان في زول عملها قبلنا. تيدكس كتيدكس كبرنامج هو ذاته يتعمل في 2009، لحد ما نحن بدينا يعني نعمل تيدكس في السودان وكده، كان نهايه 2010 اللي هو بدايه 2011. لحد الوقت ده ما في حاجه معروفه عن السودان في عالم تيدكس. احنا جينا خلينا انه والله الحياه دي عندها معنى، التي اي دي اكس دي بقت عندها معنى بالنسبه للناس. فبتذكر احنا من الحاجات الكبيره اللي انا فخور بيها جدا جدا، وكان فيها يعني شويه خلاف، لكن يعني فخور بيها جدا جدا. في تيدكس الناس بي 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 بيحثوك هم نفسهم على انك تتشارك الابداع بتاعك في كل الاوجه. يعني ما بس الزول اللي بيجي يتحدث في المسرح ده هو الزول الوحيد يعني البطل، لا لا لا، في ناس كتار جدا ابطال. التصميم بتاع الحاجات، يعني القاعه دي مصممه كيف، القاعه دي ما ممكن تقول عبر التصميم بتاعها تقول حاجات كثيره جدا جدا. فانا بتذكر في 2011 صمم المصمم عمار حجر مسرح تيدكس خرطوم، والشعار بتاع المؤتمر كان انه هو وي ار، ان احنا منو دارين نبدا الفكره بتاع تيدكس في السودان بانه نوري ان احنا منو من وجهة نظر بتاع التصميم وترفيه وتكنولوجيا وعمل خيري وأفكار وإلى آخره. فعمار عمل له تصميم بتاع مسرح، التصميم ده أخذ بيست براكتس تيدكس ستيج، يعني من أفضل المسارح في التصميم بتاع تيدكس. يا إخوانا في الوقت ده كان في 10,000 تيدكس ستيج، يعني كان في 10,000 حدث تموا، ومنهم ناس تيدكس نفسهم الرئاسه بتاعه تيدكس اختارت مسارح، قالت المسارح دي يا اخواننا دي مسارح نموذجيه، دي افضل تصاميم ظهرت في تيدكس لحد هسه. التصميم ده عمله عمار حجر اللي هو خريج كليه الدراما والمسرح والفنون في جامعه السودان، ودي كان فخر كبير جدا جدا لنا ان احنا قدرنا نطلع حاجه من داخل الخرطوم لشبكه، وفي الشبكه دي فجاه كده يظهر انه ابداعنا ده من افضل الابداعات الممكنه. في 2012 كان عند المؤتمر الثاني اللي هو مؤتمر الاول هو وي ار، الثاني كان اسمه بوزيتيف ثينكينج. البوزيتيف ثينكينج كان كان يعني شعار الهمتنا به الدكتوره الطبيبه وفاء لمين، وفاء شعيب اللمين. وفاء دي شابه ممتازه ومميزه وزولا يعني قائده مجتمعيه، وعملت نادي زولا زولا لاحقا والى اخره. لكن لما كانت تقرا في مامون حميده، وانا كان يعني جزء كبير جدا من وقتي استثمرته تطوعا مع ناس تانين، يعني الناس اللي اشتغلت معاهم في الفرقه المختلفه، اخوانا رامي خلف الله وتاني من يعني من الشباب، انا ما قادر اتذكر استحضر الناس كلها، لكن والله كل زول منهم تقعد كده تبوس له يده، يعني تحب على راسه كده من ابداعه من اخلاصهم وتجردهم. ف ف ف في 2011 عملنا المؤتمر اللي هو العادي، اخذ رخصه تاني بتاع تيدكس شباب، شباب الخرطوم، قلنا يا اخي دعنا نسمع من الشباب. المؤتمر ذاك الكبير اتكلموا فيه ناس يعني تجاربهم الناضجه وبتاع، دعنا نسمع من الشباب برضو الافكار بتاعتهم. فكان اول مؤتمر بتاع تيدكس شباب، وكان اتنظم في قاعه الشارقه، واتكلموا فيه شباب صغار من المدرسه، يعني من مدارس مختلفه، واتكلموا فيه طلاب بتوع الجامعات. انا بتذكر كان اتكلم الاخ ناظم سراج،
يتكلم عن التجربة بتاعة العمل التطوعي بتاعته، وانه انت لو قدرت تساعد. الفيديوهات اي حاجة انا بذكرها هنا يا اخواننا موجود، الفيديوهات بتاعتها موجودة. اي نهاد نصر الدين ونهى محمد، يا سلام عليكم، دي الشباب اللي كانوا الفريق بتاع الترجمة المتطوع، الترجمة والترجمة الفورية المتطوع في تيدكس 2012 و2013 تقريبا. فالشعار بتاع المؤتمر كان انه يس يوث يوث كان بي ذا تشينج، يعني الشباب ممكن يكون هم التغيير، لكن يوث دي الشباب مقطوعه فيها تي والاتش، معموله بين قوسين، فممكن تتقري انه الشباب ممكن يكونوا التغيير، او يو كان بي ذا تشينج، انت نفسك ممكن تكون التغيير. فكان شعار مبدع جدا جدا اختارته الطبيبه امنه خالد، وهي دي تقريبا في نفس الدفعه بتاعت ناس وفاء لامين. يا شباب مبدع، انا اقسم بالله ربنا، يعني زي ما يقولوا بيحبني انه انا اتعرفت عليهم واشتغلت معاهم في خدمه وطني، في انه نطلع الافكار ونطلع ال 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 زي ما يقولوا الطاقات المهدره دي، على اساس انه العالم كله يشوف انه يشوفوا عندنا شباب مبدعين وشباب خطيرين والى اخره. وفاء اتكلمت عن حوجتنا نحن للتفكير الايجابي، البوزيتيف ثينكينج، وانه كيف يعني الناس لو بقت متشائمه كل واحد يفكها في الثاني من الصباح ولا بتاع، هنخلق مجتمع متشائم ومجتمع تفكيره سلبي، وبالتالي ما هنمشي لقدام كله يعني. فقمت انا قلت لاخواننا حقه المؤتمر الجاي السنوي الجاي بتاع تيدكس خرطوم نعمله عن البوزيتيف ثينكينج، يعني يكون الشعار بتاعه التفكير الايجابي. والمؤتمر بتاع التفكير الايجابي دي يتكلموا فيه كميه بتاعت ناس مبدعين جدا، دكتور طارق احمد خالد، الاخ سهام مجمر، منو من الشباب، ومنهم كان الاخ طارق هلال. طارق هلال شاب مبدع جدا جدا من الشباب اللي قروا في جامعه نوتنغهام في انجلترا، بعدين قرا في جونز هوبكنز في امريكا، بعدين قرا في هارفارد في امريكا، وبعدين قرا في ام اي تي في امريكا. شاب ما شاء الله يعني مليء كده بالحيويه والنشاط والافكار، زول مفكر، هو عالم بتاع سياسه يعني، اساطين العلوم السياسيه والمنظمات الدوليه والى اخره. طارق يتكلم عن قصيده او حاجه كتبها هو بنفسه اسمها اور سودان، اور سودان، سوداننا. طارق ده اخواننا يعني والدته بريطانيه ووالده سوداني من ناس حلة حمد، ويعني يتربى تربيه بريطاني، هو تربى في السودان وبتاع، لكن التفكير والفهم والانفتاح بريطاني. فلما يجيك زول يقول لك يا اخي انا عندي الفكره دي، انا بفتكر انه القصيده دي المفروض الناس كلها تسمعها، القصيده بتاعت انه في اسار رجاء الله، نعم يا شيخ، السباحه السودانيه البطله، يقول لك انه والله يا اخي الناس دائما عندها ميول لانه الماضي احسن من الحاضر، وانه والله يا اخي ما في امل، والزمن الجميل ويحلل جامعه الخرطوم الجميله ومستحيله لما كان ما عارف شنو، بينما ان احنا عندنا فرصه بتاعت نستثمر في مستقبلنا ونعمل ريكليم، يعني نستعيد الملكيه بتاعت وطننا، بانه نفكر فيه تفكير الوطن بتاعنا ده فيه يعني موارد، صح فيه موارد ما عارف ما بداخل الارض ما باطن الارض، بترول، نحاس، ذهب الى اخره، لكن اهم من كده فيه الزول، فيه الزول والزوله، فيه السوداني، الناس اللي بيحبوا العلم، الناس اللي بتتعلم ودارين يمشوا لقدام والى اخره. السودان بتاعنا تعالوا نعاين له بصوره مختلفه، ندي نفسنا فرصه. الحديث بتاع طارق هلال كان ملهم لدرجه انه ناس تيدكس عندهم طبعا البيست براكتس، يعني بيختاروا افضل التجارب، عندهم ناس متخصصين بيقعدوا يشوفوا المؤتمرات بتاعت تيدكس في كل العالم، ويقوم يقولوا والله يا اخي المؤتمر تيدكس خرطوم عنده عملوا افضل مسرح في الوقت ده، مؤتمر تيدكس برلين عملوا افضل فكره بتاعت كوميونتي انجيجمنت، بتاعت انه الناس داخل المؤتمر نفسه يتبادلوا الافكار وعملوا كده الى اخره. فعندهم كان اللي هو بس افضل محادثات ظهرت في تيد اكس سنه 2012، من ضمنها اختاروا المحادثة بتاع طارق هلال في تيدكس خرطوم 2012 اللي هو التفكير الإيجابي. المحادثة دي كانت محادثة ملهمة جدا وما زالت، ونحن في 2013 قمنا عملناها فيلم، الفيلم ده موجود حاليا في اليوتيوب، ممكن تشوفوه تكتبوا أور سودان ولا سوداننا. أنا برضو في الفترة دي شاركت متطوعا مع شباب رائعين جدا جدا، يعني
ديما قاسم، على أسماء، على إيمان، على شذا، على طارق، يعني مجموعة بتاع الشباب رائع جدا شاركوا في إعداد الفيلم ده. وهو الفيلم ده بالمناسبة أول فيلم تم تمويله من الجماهير اللي هو بيقولوا على الكراود فاندنج، اتمول عبر منصة كيكي ستارتر، كانت مولنا ب 20,000 دولار، يعني مبلغ كبير جدا ما ساهل. ودي كلها من المعارف بتاعتنا وكده والى اخره، وجينا عملنا الفيلم بتاعنا، واتعمل نسختين، نسخه بالسوداني ونسخه بالانجليزي، وموجود حاليا في اليوتيوب، الناس ممكن تمشي تشاهده. المؤتمر الثالث، المؤتمر بتاعنا بدا ياخد شنو؟ ياخد اتنشن. يعني اخواننا احنا تيدكس خرطوم بدا 2011، وتيدكس برلين وتيدكس طوكيو وتيدكس امستردام وتيدكس لندن بدوا في 2009، وتيدكس سان فرانسيسكو والى اخره. احنا بدينا 2011 لكن بدينا من نمره 5، كنا طوال مدورين لقدام. وفي بدا الناس يعني يهتموا. انا شخصيا اتكلمت في تيدكس في كوريا الجنوبيه، اتكلمت في 2 تيدكس، اتكلمت في تيدكس بتاع جامعه اسمه تيدكس يونسي. يونسي دي الجامعه الكوريه الثالثه في الـ3 جامعات الاوائل، وفيها مركز الفضاء في كوريا، هناك مركز ابحاث الفضاء والى اخره. اتكلمت في مؤتمر تيدكس سيول نفسه، في تيدكس سيول بشرت بانه احنا هنعمل تيدكس خرطوم. قلت يا اخوانا احنا والله ما عملنا تيدكس، لكن هنعمل تيدكس خرطوم، وان شاء الله شوفوا اللي هيجي فيه وشنو ان شاء الله. تمام. بعد ذاك اتكلمت في تيدكس برلين في المانيا، واتكلمت في تيدكس امستردام. كله كلام اتكلمت فيه عن موضوع مختلف، لكن كلها دائما القاسم المشترك بتاعه هو الشغف وحكاوي والى اخره. اتكلمت في تيدكس ميد اتلانتيك في واشنطن، كل المحادثات اللي بقولها لكم دي يا اخوانا موجوده في اليوتيوب، ممكن الناس ترجع لها. اتكلمت في تيدكس بيكن ستريت في بوسطن، واتكلمت في تيدكس جده في السعوديه، ودعيت لعدد من التيدكس ايفنتس ثانيه. دعيت لتيدكس لوسادور في البرازيل ما قدرت امشي، دعيت لتيدكس اللهم صل على تيدكس وورسو في بولندا ما قدرت امشي. يعني كل مره بكون عندي ظروف مختلفه والى اخره. واخر دعوه جاتني كان من تيدكس كسل اخواني واحبابي ناس الشيخ هلال الله يديهم العافيه، فما قدرت امشي. لكن ساهمت برضو مع متطوعين تانيين في انه يكون في اكثر من رخصه. انا الموضوع بتاع تيد تجربه تيدكس للسودان كنت ماخذها كمشروع كامل بالنسبه لي انا ده. في انواع، ايوه نعم يا محمد هارون، في انواع مختلفه في تنظيم تيدكس. في مؤتمر بتجيب انت متحدثين ويبدوا يتكلموا في المسرح، وبعد ذاك يكون في بريك الناس تتناقش فيه والى اخره. في نوع تاني اسمه اللايف ستريم. اللايف ستريم ده مؤتمر تيد نفسه لما يحصل في كاليفورنيا، ولا مؤتمر تيد جلوبال اللي هو مؤتمر تيد العالمي، ولا تيد اكتيف لما يحصل في انجلترا. الناس ممكن تقعد وتفضي نفسها وتشاهد المؤتمر ده، اسمه اللايف ستريم، تيدكس لايف. هسه انا بعمل في فيسبوك لايف، لكن تيدكس لايف او تيد لايف ده مؤتمر انت بتنظمه على اساس انه الناس يشاهدوا بهناك في شنو حاصل، شنو في المؤتمر الكبير. يعني في العاده ناس تيد بيخطوا في كل يوم محادثه واحده بس من المؤتمرات اللي حصلت قبل كده، محادثه واحده عندهم اديتوريال بورد هو اللي بيقرر ان المحادثه دي الليله تنزل. انا اتكلمت في تيد في ادنبرا في انجلترا، وقفت في خشبه مسرح اللي هو اسمه الرويال ليثيوم. المسرح ده نفس المسرح اللي وقف فيه قبل كده تشارلز داروين، وتشارك فيه الرحله بتاعته اللي هو طلع منها بعدين اسمه شنو ده. شوفوا يا اخوان اختيار المسرح بيكون كيف، عشان تعرفوا النازل في التصميم يعني ثوتفول كيف، يعني بيخطوا الحاجات يعني في اناقه وجمال ما تتخيل. وانت بتقف لك في مسرح كده وتتخيل انه يا ربي قبل 200 او 300 سنه الجو يجي فينا ده ويتكلم عن شنو، عن الموضوع. بتزور متاحف وبتزور حاجات مع ناس زول بيكون شغال مثلا في مكتبه. اللي هو الخلاصات بتاعت تشارلز داروين كان حول الناتشورال سيلكشن اللي هو النشوء والتطور بتاع الفصائل والى اخره. دي حاجه صراحه مدهشه. انا كزول بتاع كمبيوتر ساينس ما بيكون عندي اهتمام كبير بالحاجات دي، لكن لما تيجي تخش في مجتمع ده بيتكلم معاك عن الحاجه دي وعن الحاجه دي وعن الحاجه دي، يجيك عالم بتاع دماغ واعصاب يقول لك انه بالمناسبه انت عارف ان عندنا ادمغه ليه كبشريين، يعني ليه بنحتاج لادمغه اصلا؟ الدماغ ده حوجته شنو؟ ويجي يفسر لك الموضوع يقول لك بالمناسبه الدماغ ده انت محتاج له لانك انت بتتحرك للموفمنت. لو انت ما بتتحرك قاعد في حتتك ما محتاج لدماغك. وطبعا الكلام ده ممكن يكون مجازا،
لانه الناس اللي قاعدين في حته واحده وما بيتحركوا كله بما فيهم الزول القاعد رئيس ولا القاعد وزير، ده انت ما محتاج لدماغك يعني، انت ما خلاص ثبتت نفسك ربطت نفسك في الكرسي ده ما محتاج تفكر اصلا. عشان كده الديمقراطيه مهمه والتغيير مهم، وما في زول يقعد في حته واحده فتره طويله، تغور تشوف تطلب الله تشوف هناك وين. المهم فالتجربه بتاعتي بتاعت اللفه في تيدكس دي ورتني حاجات كثيره جدا جدا، وانا اي حاجه بشوفها وبعرفها بتمثل فيها بيت الشعر بتاع ودباديه. الشاعر ودباديه قال يا اخي الجينيات الغابت جابت، شرك حامل حامد وغرب بله. يعني انا احنا المفروض يعني اسي الجينيات الفاتت غابت وجابت دي، ديل ما هم مثلا المغتربين، الزول بيمشي يغترب برا وبيرسل قروش يعني، بتجيب هدايا بتجيب ما اعرف شنو تعمل لك مشروع الى اخره. ففي في بنفس القدر الافكار، الافكار دي مهمه جدا جدا لانه المجتمع يمشي لقدام. تاني حاجه ما في حاجه اسمه والله مجتمع غني ومجتمع فقير ما محتاجين لافكار، كلنا محتاجين افكار، كلنا محتاجين لشغف، كلنا محتاجين لالهام، ما في زول ما محتاج. المؤتمرات بتاعت تيدكس دي اتعملت في مسارح زي الرويال ليثيوم في ادنبرا، وفي نفس الوقت اتعملت في زي ما بيقولوا السلمز العشوائي بتاع كينيا اللي هو اكبر عشوائي في العالم. الناس ما عندها امكانيات، وحتى في واحد من الرخص بتاع تيدكس اللي اسمها تيدكس ان بوكس، عباره عن شنطه فيها كاميرا وفيها بروجيكتور وفيها بطاريه عشان تعمل تيدكس في حته بعيده ريموت ما فيها يعني كهرباء ولا غيره. ليه؟ لانه الافكار محتاج لها، انت من غير افكار بيموت. عشان كده المؤتمرات بتاعت تيدكس دي مهمه، مهمه انها تكون موجوده في كل حله وموجوده في كل جامعه وموجوده في كل راس شارع. مهم جدا انه نقعد نستمع للناس التانيين بيقولوا في شنو، مهم جدا انه يعني نلهم نفسنا، نلهم ذاتنا، نلهم مجتمعنا المحيط اللي حوالينا. فالمؤتمرات حاليا يعني انا اخر مؤتمر شاركت فيه كان اللي هو مؤتمر تيدكس ومدرمان، والواحد يعني اشتغل فيه برضو مع عدد كبير جدا من الشباب المتطوعين. وفي البروشور بتاع تيدكس ومدرمان ده انا قمت عملت نبذه كامله عن رحله تيدكس السودان، يعني من اول رخصه اتعملت لكل الناس البدو في تيدكس يعني في السودان، من نظموا ونظموا 200 وحصل فيه شنو الى اخره. في نفس الوقت انت ممكن تخش الموقع بتاع ted.com/tedx وهناك تفتش بالدوله، حتعرفوا احصائيه مدهشه انه ان احنا عملنا في السودان من 2011 لحد الليله اكثر من 52 مؤتمر تيدكس. 52 في واحدين منهم طلعت محادثات وفيديو وحاجه كامله وتخطت في اليوتيوب، وفي واحدين ما طلعت المحادثات يعني كده وكده، لكن الحاجات المحادثات طلعت دي حاجه بتخلي الناس فخورين ويعرفوا انه والله في افكار وافكار تحترم. انا بدي التحيه لكل الناس اللي نظمت تيدكس، الناس اللي تطوعت في انها تشارك في تيدكس. المأمول انه يا اخواننا تيدكس ده ينتشر في كل حته. تيدكس ده انت الاكس قلنا التيد دي بتاعت المنظمه هناك الام، الاكس دي حاجه انت حر في انك تنظمها في حتتك، يعني انت اللي بتختار المتحدثين، انت اللي بتختار الفريق بتاع عملك الى اخره لو انت اخذت الرخصه من هناك. فنحن محتاجين ان الافكار بتاعتنا تنتشر، محتاجين ان كل الجامعات بتاعتنا الناس تسمع انه والله في كده. انا بشجع دائما الاساتذه ومدراء الجامعات والطلبه انهم يتطوعوا ويعرفوا الحاجه دي بتنفعكم حتى في الكارير. يعني الزول لما ينظم مؤتمر تيدكس ويجي يكتب في السيره الذاتيه بتاعته بعد ما تخرج يقول انه والله يا اخي انا ساعدت في تنظيم مؤتمر تيدكس. انا في ناس كتار جدا كتبت لهم ريكومنديشن ليتر يعني خطاب بتاع تزكيه لانه ماشيين ليمين حدراسيه، والحاجه دي ساعدتهم كتير جدا جدا في انك انت يعني اتطوعت في منصه العالم كله بيعرفها. ما انت لما تقدم خطابك ده بتاع القبول بيقرا وزول بهناك لو في جامعته، لو هو في اوروبا ولا في امريكا ولا لو في جامعته في تيدكس بيعرف انك انت والله انت جزء من شبكه يعني قويه ومهمه. فعشان كده مهم جدا انك تكون موجود، ومهم جدا انك تعمل تحاول تدي فرصه للناس التانيين انهم يقولوا الافكار بتاعتهم وانه الافكار بتاعتهم تنتشر. ده المأمول فيما يخص تيدكس في السودان. الحاجه الاخيره اللي دار اقولها انه احنا في 2013 تعرضنا لصدمه كبيره جدا جدا بتاعت ايقاف مؤتمر تيدكس خرطوم. قلنا انه احنا اخذنا اتنشن، العالم كله بيجي شايف انه والله في تيدكس من السودان. في 2011 اخذنا بيست براكتس في تيدكس ستيج، في 2012 اخذنا الفيلم بتاعنا فيتشرد، المحادثه بتاعت طارق هلال فيتشرد انه والله دي واحده من افضل المحادثات الملهمه
في طلعت في 2012 2013 انا في مؤتمر تيدكس برلين، برلين قمت عزمت الاب الروحي، الاب الروحي للبرمجيات مفتوحه المصدر اللي هو الفري اند اوبن سورس سوفت وير، اسمه جون هول، وهو امريكي من نيو هامشير، ابيض عامل زي بابا نويل كده، عنده دقن كده وبتاع. عزمته انه يجي السودان ويتكلم معانا، يتكلم مع الحضور. انا سمعت كلامه اللي قاله ومشيت قريت عنه وبتاع، لكن كنت داير يجي يتكلم مع الكوميونتي بتاعنا في السودان في انه كيف الفري اند اوبن سورس سوفت وير ممكن تكون مخرج لنا في العقوبات الامريكيه والصعوبات اللي لاقتنا والى اخره. فقال لي يا اخي انا بجيكم طوالي. طبعا انا كان الفكره بتاعتي انه الامريكان ديل اولاد كلب وقارصيننا علينا وفارضين عليه عقوبات، لكن طبعا دي حاجه ما صحيحه. المجتمع الامريكي مجتمع متنوع وفيه افكار كثيره وفيه ناس ما عندهم قضيه بالسياسه، يعني شغالين بس شغلهم ده ولا جايبين لك خبر الدنيا. فقلت له جينا السودان، قال لي بجيكم. 2013 جانا في المؤتمر ده اللي هو كان يتكلم فيه بروفيسور علام النور، يتكلم فيه حسام النصري، يتكلموا فيه عدد من الناس. قام المؤتمر ده حصل له ديسربشن وقفلوا ناس الامن في برج الفاتح. الكلام ده كان في يوم 11/5/2013، يعني حاجة كانت سيئة جدا جدا جدا. وحصل فيها، طلع فيها فيلم بالمناسبة وثائقي من مخرج برازيلي. ليه؟ لأنه أنا كنت عازم زول يجي يصمم لنا المسرح بتاعنا، كل ده نستفيد من الشهرة بتاعته وإنه الناس يستفيدوا منه. فنان بتاع بيئة اسمه روغانزو برونو، يوغندي وبيعمل تيدكس كامبالا، وأستاذ جامعي وصديق، يعني أنا لقيته في أكثر من مناسبة بتاعت تيد وتيدكس. وانا طلبت منه انه يجي يورينا التصميم البيئي، انه كيف يشيل المخلفات الزباله ويعمل منها عمل فني. الكلام ده هو عمله في حتات كثيره، الزول ده بيعزموه في النرويج، بيعزموه في امريكا عشان يوريهم وعشان يعمل لهم عمل فني، يعني فنان عالمي. انا عزمته انه يعمل، وكان ماخذ جائزه تيد في السنه ديك 2013 او 2012. فعزمته انه يجي يعمل لنا التصميم بتاع مسرح تيدكس خرطوم 2013. وفعلا جه وشال القزايز الفاضيه بتاعت المويه وبتاع، وجبت له فريق متطوع. هنا اخواننا عندنا لو في زول داير يتعلم على الكلام ده يكون في الفريق بتاع تصميم المسرح مع الفنان برونو ده، ممكن يجي. وكان نزلنا الناس في برج الفاتح وكده، وكان ام تي ان برضه كان هي الراعيه هنا للمؤتمر ده، والراعي برضه كان برج الفاتح. كان مؤتمر كبير، مؤتمر كبير، ميزانيته كبيره واحلامنا. وكان الشعار بتاعه knowledge into action، كنا دايما نطبق المعارف اللي بنعرفها في راسنا والى اخره. قام ناس الامن جو قفلوا القفله بتاعته، دي كانت كارثيه لانه وقفت تطور طبيعي وتراكم بتاع معارف بتاعنا نحن ذاته. يعني الناس بدات تتعلم وبدات تفهم الفكره. وانا كان املي الكبير انه لحد 2014، يعني عملنا 11 و12 و13، 14 دي يكون في 14 تيدكس حول السودان. منو اللي بينظمهم؟ الناس اللي اشتغلوا متطوعين في تيدكس 2011 و12 و13 وفهموا الفكره وعرفوا كيف، وكونوا بعد كده افكارهم بتاعتهم ورؤاهم ويمشوا يعملوا تيدكس مختلف في جامعات مختلفه في شركات مختلفه الى اخره. لكن جه وقفوا لنا الناس الامن. طلع في وثائقي، الوثائق دي من وين؟ لانه الفنان برونو ده كان الناس بتتابعه من كل العالم. يعني زول فنان خطير جدا جدا، وهو جاء عمل لنا تصميم المسرح. فجأة كده الزول ده في مؤتمر يقفل. الزول الثاني اللي كان مهم جدا اللي هو جون هول الامريكي بتاع البرمجيات مفتوحة المصدر، قال لي يا انور يا اخي انا بديت الكارير بتاعي سنة 1969 كاستاذ جامعي في امريكا، وساهمت في انه الحركة بتاعت يعني كل الاوبن سورس سوفت وير دي بالمناسبة بتعرفوها، اذا كان لينكس وكل الحاجات المفتوحة المصدر، الحركة دي هو الاب الروحي بتاعها. الزول ده غير في اقتصاد البرازيل، الزول ده ساهم جدا في 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 غير في اقتصاد البرازيل، في انه ساهم في 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 اعداد جيل بتاع مبرمجين في البرمجيات مفتوحه المصدر. وهو لما جه السودان، والله يا شهاب ما بتعرف، ما بتعرف يعني 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 في كلام سخيف جدا جدا، يعني بتاع انه الناس ما قادره تفرق ما بين ما هو سياسي وما بين ما هو اجتماعي وما بين هو افكار بحته والى اخره. الناس بتكون عدوه نفسها، الجاهل عدو نفسه. انا بفتكر انهم ده كان جهلي منهم، وعادوا نفسهم بنفسهم، لانه تيدك ده ما بيضر زول نهائيا، لو ما نفعك ما بضرك، يعني افكار والناس بتيجي تقدم وتسوي وبتاع. فما في حاجه، ما في حاجه اسمها والله تيدك المعارضه وتيدك الحكومه، ده تيدك المجتمع السوداني، تيدك الوطن السوداني، تيدك الشباب السوداني.
فالناس بس شالوا البندقية وضربوا الرصاص في رجلينهم، تخلف ليس إلا يعني. المهم في الموضوع يتوقف تيدكس يعني، و2014 ما حصل تيدكس في السودان، 2015 تاني رجعنا، وانا كنت والله غاية في الحزن، انا كنت متألم لانه انا بحب بلدي جدا جدا، ونفسي انه اخدمها بحاجة يعني سلاح وأداة قوية اللي هي أداة الافكار. الفكرة دي يا اخواننا حاجة خطيرة، انا اسي ممكن اديك فكرة اشيلها من راسي، انا قاعد عبر الانترنت ادخلها جوا راسك من غير عملية جراحية، دي حاجة خطيرة لما تفكر فيها يا اخي، لما تفكر في انفسكم او فلا تبصرون، ربنا ده ادانا امكانيات خياليه. يعني انا شفت افكار وشفت التجارب وبتاع في عالم تيد وتيدكس، نفسي انه الناس زي ما قال صاحب ياسين يعني، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. انا والله في افكار وحياه بشوفها في تيد وتيدكس، قول يا ريت الناس في السودان يعرفوها، يا ريت يطبقوها، يا ريت يشوفوها. يعني الموضوع ده مهم جدا جدا يعني، وفرصه، وبعدين حاجه مجانيه وتطوعيه والى اخره. الناس ليه تحارب حاجه زي دي ولا تقف ضدها؟ في رخص اتاخدت بتاعت تيدكس وما اتعملت في السودان، زي تيدكس المورده وزي تيدكس شندي، يعني الناس كان مجتهده انه يتنظم وبتاع، برضه تدخلات وكلام فارغ والى اخره ما اتعمل. لكن اوكي الفات ده الجفل نخلهن، النقر على الواقفات. انا حاليا يعني الحمد لله بقول انه يعني ربنا وفقني واديت جزء من الرساله بتاعتي، بتاعت انه نقل التجربه من خارج السودان الى السودان، وعمل ورش عمل عن انه كيف تنظم المؤتمر والى اخره والى اخره، ومساعده اي زول ممكن يساعد. لكن ده الاوان بتاع الريتايرمنت يعني، انا خلاص انا بعتقد انه بعد 6 سنوات او 7 سنوات من تقديم التجربه في بدايتها خلاص احنا بعد كده ريتايرد، الناس التانيين يجوا ياخدوا فرصتهم، الشباب الصغار والى اخره، اعتمادا على المعارف والتجارب اللي تشاركناها والخلاصات احنا عشان يمشوا لقدام. الدار يعمل تيدكس في جامعته، الدار يعمل كده، فدي حته مهمه انه الناس تاخد زمام المبادره وتواصل في تنظيم تيدكس في كل الحتات المختلفه دي. منصه عالميه ومنصه مجانيه، والناس بيستفيد منها، والشركات بتستفيد منها، والمجتمع بيستفيد منها والى اخره. فده دي الخلاصات اللي دار اقولها عن تيد وعن تيدكس في السودان، والحاجه اللي حصلت والحياة الحاصلة. تيدكس هسه حاليا في كسلة، في تيدكس جامعة النيلين حيكون باقي السنة دي، و تيدكس الأبيض، ناس شباب بتاع مجتمع عبد الوهاب يعني لهم التحية كلهم، أنا بحبكم جميعا، لأنه والله أي زول بنظم تيدكس يا إخواننا ده زول بحب السودان، بحب البلد، وبحب مجتمعه، وبحب مدينته بصورة فوق ما تتخيلوا يعني. فده كل الشيء دار أقوله. نعم، صراع فارغ ساي، و الله يديكم الصحة والعافية جميعا، شكرا لكم. الأفكار والبرامج تصل إن شاء الله لأكبر شريحة من المجتمع السوداني، وإن شاء الله يعني ندعم بعض يعني يا إخوانا. أنا ما من النوع بتاع السيلبريتي، أنا ما من النوع لو عندي مثلا ناس بيتابعوني ولا بتاع أنا باخدهم فور جرانتيد يعني. هسه انت لو عامل فولو للاكونت بتاعي انا ده في فيسبوك ولا كده، انا ما بفتكر انه والله عدد الناس ده هو عدد بتاع معجبين وناس غميدي كده يعني بياخدوا كلامي للضمان. انا بتمنى انه الناس المعجبين بتوعي يكونوا كريتيك، ناس عندهم عقول ناقدة، وعشان اتعلم منهم زي ما بتشارك معاهم الخبرات والخلاصات والى اخره. وليكم كامل المحبة، ليكم كامل المحبة، والله من وراء القصد. السلام عليكم.